وعليكم السلام. وش حالك؟ ورحمة الله وبركاته. يلا حي. هذه يد ولا ضرب؟ أبو عبد الله. أها. أهلا دلع. إيش؟ تقول عندي الكلام وين طالع من هنا شرق الله. تعال تعال في محور جديد. اجلس اجلس. أبا يا أبو عبد الله. اجلس اجلس اجلس. والله. ول عليك ول عليك. قبل المحور اعطونا الضغط ونبغى نضرب بالضغط. والله دقيقه والله انا حزت بخاطري يا ابو عبد الله. والله حزت بخاطري. اجلس طيب. والله اني ما توقعت 65 اني اقول لك عني ذا الكلام وانا طالع من هنا ان شاء الله. اول واحد يدور تصميم انت. لا يا ابو عبد الله حرام عليك. ليش تقول لي يا ابو عبد الله؟ تخرج مع القزازه. ابو عبد الله انت تدري يوم طلعت من هنا ليه؟ هو شرب هو شرب الكولا حلو ضحك طلع من خشمه. لا لا من شرب ما عاد قدرت ما عاد قدرت اتنف بس والله انك والله اني حزت خاطري اتكلم. لا تكفى ابغى اتكلم معك جد ابو عبد الله. يا محمد حزت في خاطره يا خاطره ابو عبد الله. والله ادم قلع. والله اني صادق ابو عبد الله. انت ماخذ كل شيء خلوني شارق صدق يعني ما عاد قدرت اتنفس وما لحقوني الرجل. اي والله لا دفه دفه عمر موجود دفه دفه ابو عبد الله اتكلم معك ولا لا والله وانا اتكلم معك جد الحين الحين طيب قلنا له ولا رجع تمشي والله بتشوف المقطع بتزعل دفه دفه كيف ام حسن على ولدي هو طالع من هنا ما انا ولد زاني يا حبيبي عاد تبي البلاء كيف تتكلم علي وانا ولد زاني اقسم بما حل القسم يا حبيبي النظره ذي ان ذاك اليوم كلمه يا حبيبي امي ليش امي بس ما بطيت ما خذ خمس دقائق عايض عايض جاء حتى ماجد وجالس يهابط ظهري يا ولد ما قدرت اتنفس يا ولد ظني اني لعمك بالله مرتي شركت الحين هو اكل حاضر يتقضم مو هم انا شرك طلع عزت محمد طلع عزت انت قضى حيك محمد طلع الببس من خشمي تدري شركت ما عاد تنفست كذا والله اني ابو عبد الله انا اتكلم صدق صدق انا اتكلم وانت ترى يتكلم صدق صدق والله اتكلم صدق صدق الكلام لا نبض والله صدق ترى ما اخفيك نبض ضبط تبي الضبط اه ما شاء الله عليه تبي الضبط سنه ثقيل وبنضرب فجع في الاضاءه شفت هذا بعد البث ضربت الشمعين يا تعبان يا تعبان هذا دحام 71 هذا ابو عبد الله من رصيدك ابو عبد الله ابو عبد الله كيف رصيدك كيف رصيدك جبت كيف رصيدك كيف يا مليل لحظه ابو عبد الله عقب البث طف بيترط يا عيال تعال تعال انا بسالكم ايه خله خله انا بسالكم سؤال الحين انا رصيدي 38000 حلو على كلام حسن يوم ذكرني اولا ما هذا كريزي 6000 ريال 6000 ريال رصيدي طيب حلو بالكريزي ايه بالكريزي وقبلها ما اخذ طول العمر 1100 ومجاوب صح يمكن 1400 امن علي خشم او 1200 بديك بقى حلو ما ضف اهرج كان لا سلم عليك قرني حلو خذيت الكريزي كم 2000 ما اخذ ذاك يعني ما سمعت سالتي ما اخذ الكريزي 6000 رصيد طيب وقبلها اسبوع اللي راح ما اخذ 1100 طيب قبل الكريزي كم رصيدك نفس قبل الكريزي مو شوف الكريزي ما اخذ اسبوع اللي راح اللي قبله كنت ماخذ 1100 وانا كان في رصيدي 38000 حلو اخذت الالف الاسبوع اللي راح الاسبوع ذاك يعني 39 فيه طول العمر اللي ما حضرناها خابر شان. اللي هو يوم يجي ركان ملهي ما كنا موجودين كنا في المستشفى اي سالت العيال قلت له عرض الرصيد قال لا ما عرضي اي انا في الوقت هذاك كان معي 4 كان معي 38 وزادت 1000 39 و6000 ومع ال6000 الاسبوع اللي راح كم يمكن 60 كيف جاء لا لا 45 حوالي 45 اليوم رصيدي 38 انا قبل اسبوعين علمك بنعلمك رصيدي 21 ايش اسمه قبل اسبوعين 21000 واسبوع اللي بعده 17000 واسبوع اللي راح ما علمه واسبوع هذا 25 26 كان 21 نزل 17
بعدين اسبوع ما علمنا واسبوع هذا 26 يمكن الاوت في التحدي. حلو رصيدي انا اسبوع اللي قبل 20,000 اخذت متجر هو يوم سالته قال مع المتاجر اللي اخذته مع كل شيء مع احمد رحيم ما ادري ايش اخذت ومع هذا ما ادري ايش اخذت والفقرات وامور ومع المتجر الحين 23,000 الثالث من تحت وين تدري ان المتجر تدري كم ياخذ المتاجر الدخل اللي يجيك تدري كم يروح للخفي يروح يمكن تقريبا يمكن حول 70% يعني الظاهر ما ياخذون غير 30 يعني المبيعات عاليه 70 طيب انا ما عندي خفي واجد انا ما عندي مخالفات ما تدري انت على اسمه خفي ما عندي مخالفات وش مخالف ما عندي اصل المخالفات على الخفي ما انا ادري المخالفات وش انهي ما في مخالفات الخصم يجي في الخفي الخصم يجي في الخفي ما له دخل لا قلبي يدري انا اتكلم عن ابراهيم الجاي فهمت يمكن عليك مخالفات ما في مخالفات ادور ما عندي في خفي فواصل مناطق محظوره ما جيتها اجينا مناطق محظوره ولا جيت وشيف عايض شنو نسوي بعد معيان مو بعد معيان الكاميرات تثبت يا رجل عود انت تعبان عرفت العود اللي يشرب الفنجان اي والله ابو معيان الخطوه طويله الخطوه طويله هو متر القريه ما العصر من هو هذا والله تعبان العصر ليلك كله سلا لا هذه الله ما عاد ندري كيف طيب وش الطريقه انا عندي اعتراض على رصيدي على رصيدك المفروض اكثر شوف انا انت 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 خلص ما نشوفك اصلا احنا ما نشوف اخوياك ما يشوفونك يا ولد لك اسبوع يعني كيف صار اخذ الكرت الذهبي المشكله انه يطلع يا اخويا انا اي ما نشوفك يعني ما فرحتوا لي لا لا ما لا لا من يقول انا بعد يضرب اخويا بعلمك بعلك حاجه دقيقه اول مره طلعت حلو فقدناك اول مره فجر خلاص رحنا اول مره فقدناك حلو اعلمك اول مره فقدناك سلطان دقيقه عيال دقيقه اول مره فقدناك حلو جيت استنى الله ابو عبد ابو من 65 طلعت المره اللي بعدها جيت هلا مرحبا يا هلا وانت ما طيب كروا اخي طلعت المرة الثالثة والله نشتك من عنده بخيم ما أدري عنك هلا توك جاي يا مرحبا يا هلا وانت خلاص معاد المعزة من الأول خلاص زادت قلت يا ولد و53 ليش بعدين ما حضرت فقط الكريزي ولا أخذت بعد ليش و3000 نجمة وحنا علامه النجمة وحنا النجمة أخذت 3000 مركز الأولى خاصم 3000 نجمة 9 مربع قولوا لي الله صلى الله عليه وسلم حل موضوع قولوا الله يجعلنا بالعافية لا والله لا 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 والله يكنهنا خلنا علمك والله يكنهنا والله صلى الله عليه وسلم والله اني افرح لكم والله ما فرحتوني لا 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 ما حسدنا انت حسدنا لك 60 يوم يوم جاء اليوم انت قاعد تطلع الاعتبار جاء حسدنا احسدكم احسدكم على المال ابو عبد الله عاد كيف النقاط الماء انا اشرب ماء انت يا ابو عبد الله ذاك الوقت الماء ما في سيب ملعقة تنيب جاك مطبع انت ما في سيب ملعقة تنيب صبر رصيدك الركبه الاخت ركبه والله ازيد عليها احاتيك انا والله معدمه والله اول شيء نضر الصحي يا والله كذاب نربطه سلم على الشواد اللي معه يا رجال كلامك الاجرافي يوم يفضل الاغرابي حلو تعبان كذاب حلو تعبان تحت البزعج بنسمع سلطان يا عاير بنسمع سلطان هل الكلام صحيح كذاب هل تتهم عايض الفارع بالكذب؟ نعم كيف رصيده عالي؟ لماذا؟ لماذا رصيده عالي؟ أعلى رصيد وجه نستاهل لا رصيده عشان يضحكنا بس هذا أعلى رصيد ما عليك ترجع يعني شايف مهرجنا أيوة مهرجنا مهرج مستربن شايف مستربن يسكت يا ولد حسيت انه جدنا ما هو بلا راضي على نفسك ان احفاد والله تحسين جدنا جالس بعصا ورعان فرصي 60 مليون انت ابو عوالي انت ابو جنيد وما ندري مع دراهم الا اذا توفى انت ابو عوالي انا ابداكم تبنون اللي مشي من فلوسكم يلا فلوسنا قرض طيب اسمع اسمع يلا يلا على انك جدنا صدق وحنا ورعان يلا هات هو صدق كذا اصلا لا لا الحين بما ان كاركتر شايف